نبدأ إلى أسيوط ومراسلنا محمود عبد الصمد. محمود، أنا شايف وراك مشهد انتخابي بدأ بالفعل، توصيف المشهد عندك تفضل. نعم بالفعل شريف، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين قناة الحياة. الصورة من خلفي توضح أنه بالفعل بدأت ساعات الاقتراع وبدأ دخول الناخبين إلى مقر الاقتراع. ومنذ قليل شريف تفضل السادة القضاة والمستشارون بدخول اللجنة، لجنة مدرسة النيل الإعدادية بنين هنا في مدينة أسيوط، دائرة بندر أسيوط التابعة لدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. هنا في قسم ثاني في دائرة أسيوط إجراءات فتح الصناديق شريف لاستعادة عملية التصويت أو لاستكمال عملية التصويت، لم تتم أي عملية اقتراب من الصناديق إلا في حضور السادة المستشارين. وكنا منذ قليل داخل اللجنة، كان هناك بعض من المراقبين سواء المحليين أو الدوليين، رافقوا أيضا القضاء والمستشارون والقوات المسلحة في عملية إحضار الصناديق من مقر تأمينها وإدخالها إلى لجان الاقتراع. بالنسبة شريف للأمس، يعني شهد عملية إقبال كما ذكرنا بالأمس، يعني لم تتعدى نسبة الإقبال على هذه اللجنة بالتحديد 10%. هذه اللجنة هي رقم واحد في دائرة بندر أسيوط قسم ثاني. حوالي الكتلة التصويتية في اللجنة تبلغ 10,000 صوت أو 9,500 صوت، حضر منهم بالأمس مقسمين طبعا على 4 لجان فرعية بالداخل، هم لجنة 96 حضر منها 275 من أصل 2,300 ناخب، أما لجنة 97 فحضر منها 510 ناخبين من أصل 2,520 ناخب، ولجنة 98 حضر منها 300 ناخب من أصل 2,200 ناخب، أما لجنة رقم 99 فحضر منها 325 من أصل 2,400 ناخب. في المجمل شريف، يعني نسبة التصويت بالأمس كانت متوسطة، وبالأمس كان لنا حديث مع محافظ المحافظة هنا وقال إنه لا ينبغي الأخذ في الاعتبار نسبة التصويت من اليوم الأول، ولا بد علينا من الانتظار لليوم الثاني، وسنرى ما سيسفر عنه قرار الحكومة بجعل هذا اليوم نصف يوم عمل بالنسبة للعاملين في القطاع العام، مما سيساعد ويتيح فرصة أكبر للمواطنين والموظفين بشكل خاص في الذهاب إلى مقر التصويت والاقتراع. هذا شريف بالطبع هو المشهد. لم يعد هنا الآن أحد أمام اللجنة، تفضل جميع الناخبين بالدخول. هناك تيسير من قبل قوات التأمين، قوات الجيش والشرطة في عملية إدخال المواطنين إلى مقر الاقتراع عفوا. وفي الداخل داخل اللجان ذاتها يتعامل السادة القضاة والسادة المستشارون المشرفون على العملية الانتخابية مع المواطنون بكل شفافية ومصداقية. الحالات الخاصة شريف كما تعلم يتولى السيد رئيس اللجنة التصويت لها فقط لا غير، لا أحد يتدخل في عملية التصويت هنا. نعم. والعملية تسير بشكل طبيعي للغاية، وسنتحرك بعد قليل ونرصد أجواء عملية الاقتراع في نطاق هذه المنطقة. ممتاز، شكرا لك محمود عبد الصمد من أسيوط. شكرا محمود عبد الصمد أسيوط.